طيب دلوقتي اتكلم على الـ على الانفيرجنز في او الانقلابات يعني في الجيتار الفويسنجز بتاعته. الموضوع مش عارف، ما بشوفوش كتير في الجيتار، فمهم جدا يعني. مثلا هنمسك كورد السي ميجر سكيل، سوري كورد السي ميجر 7، هنشوف كذا طريقة او كذا بوزيشن ممكن يتلعب بيه، ممكن يكونوا مش تقليديين او مش متعودين ان احنا بنلعبهم كتير. فاول واحد الروت بوزيشن ده معروف، اللي هو ده اسمه الدروب تو فويسنج، ان احنا بناخد تاني نوتة من فوق وبننزلها اوكتف. ده هيبقى الروت بوزيشن بتاع الدروب تو. اوكي، تاني حاجة الاول انقلاب او اول انفرجن، اللي هو هلعب التالتة هي اللي في الروت. اوكي، وبقية الكورد معايا الأولى والخمسة والسبعة، فهيبقى ده بوزيشن هيبقى عامل كده. اوكي، ده الانفرجن بتاع ده فيرست ده روت بوزيشن، ده الثيرد هي اللي في الروت او الفيرست انفرجن. بعد كده الخمسة، لو هنلعب الخمسة هي اللي في الروت او سكند انفرجن، الانقلاب الثاني هيبقى عامل كده. سوري، انا ماسك، هشرح دلوقتي النوت كلها عاملة ازاي، ترتيبها ازاي. انا ماسك هنا النوتين دول بنفس الصباع، وبعدين هنا ده الانقلاب الثالث، اول سبعة هي اللي في الروت، ومعايا بقية النوت اللي هي الاولى والثالثة والخامسة. اوكي، دي كل دي سي ميجر 7 كوردز يعني، او كل ده سي ميجر 7. اول واحد انا عندي هنا الروت، الخمسه، السبعه، الثالثه. اوكي، وهنبدا نلاحظ في بقيه الانفرجنز ان دايما الاولى والخمسه بيبقوا جنب بعض، ودايما الثالثه والسبعه بيبقوا جنب بعض، مش شرط بنفس الترتيب، بس بيبقى دايما الثالثه وراها السبعه، او السبعه وراها الثالثه، والاولى وراها الخمسه، او الخمسه وراها الاولى. يعني هنا عندنا اولى خمسه ثالثه، اسف، اولى خمسه سبعه تالتة. تمام، هنا هيبقى، هنا هيبقى عندي تالتة سبعة أولى خمسة. يعني بقى عندي التالتة والسبعة فوق، والأولى والخمسة بعدهم. تمام، بعدين هنا في ده الانقلاب التاني أو الـ second inversion، الخمسة والأولى أنا الاتنين ماسكهم بصباع واحد، بعدين عندي التالتة والسبعة. اوكي، برضو التالتة والسبعة ورا بعض، والخمسة والأولى ورا بعض. اوكي، بعد كده في السبعة والتالتة والخمسة والأولى. تمام، دي الانفرجنز او الانقلابات بتاعت السي ميجر 7، ده الدروب 2 كورد. في الدروب 3 برضو ده فويسنج تاني، برضو نفس الفكرة، نقول الانقلابات بتاعتهم او الانفرجن بتاعتهم. فممكن ناخد كورد الاف ميجر بس عشان يبقى موجود على الناك كلها قدامنا. اوكي، فاول بوزيشن ده الروت بوزيشن، برضو عندي الأولى، عندي هنا السبعة والتالتة والخمسة، فعندي السبعة والتالتة برضو جنب بعض. تمام، والأولى والخمسة هما يعتبروا جنب بعض، بس هما عشان عكس يعني، كل واحدة فيهم عكس عكس. تمام، بعد كده ده تاني position أو اللي هو ال first inversion أو الانقلاب الأول، التالتة هي اللي في الروت. تمام، عندي هنا الأولى والخمسة برضو جنب بعض، دايما يا الأولى والخمسة جنب بعض، يا التالتة والسبعة جنب بعض. فعندي هنا الأولى والخمسة جنب بعض، والتالتة والسبعة برضو هما جنب بعض، بس كل واحدة جاية من ناحية تانية، صوته عامل كده.
بعد كده ده الانقلاب الثاني او السكند انفرجن، الخمسة هي اللي في الروت، تمام. ده الاف ميجر 7 برضو، عندي هنا التالتة والسبعة بتوع الاف ميجر 7 والخمسة والاولى، تمام. اولى خمسة تالتة سبعة برضو لازقين في بعض. وبعدين اخر واحد اللي هو الثيرد انفرجن او الانقلاب الثالث، عندي السبعة هي اللي في الروت، تمام. هنا عندي الخمسة الاولى، انا ماسك التلاتة دول بصباع واحد، اللي عندي الخمسة الاولى التالتة وادي السبعة في الروت، برضو هنا الاولى والخمسة والاولى برضو هما اللي مع بعض. بعد كده هنا برجع تاني للروت بوزيشن.